تقول كم مقدار النصاب الواجب فيه الزكاة بالريال؟ النصاب الواجب فيه الزكاة من الفضة 200 درهم إسلامي، وهي بالمثاقيل 140 مثقال من الفضة، 140 مثقال من الفضة أو ما يعادلها في الصرف، ما يعادلها في الصرف. فتسأل الصيارفة كم تساوي 140 مثقال من الفضة، كم صرفها، وتخرج ما يخبرونك به لأنهم أهل الصنف.